بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل أن أحد الإخوة قبل وفاته وصى أن يدفن في مقبرة سماها بعينها، فحين يموت هل تنفذ وصيته كما قال؟ طبعا الله سبحانه عز وجل يقول في كتابه الكريم: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالمؤمن ينبغي إذا وصى وصية شرعية ليس فيها معصية لله وجب على أبنائه أن ينفذوا وصيته. قالك دفني مثلا في المقبرة الفلانية، يدفنوا فيها إن شاء الله تبارك وتعالى تحقيقا لرغبته، ولأنها وصية ليست فيها معصية، هذا هو الأصل. لكن يطرح بعض الإخوان كيقولك مثلا إذا كانت تلك المقبرة التي وصى أن يدفن فيها مثلا امتلأت فلقيتها ما كانش القبر يدفنونه إن شاء الله تبارك وتعالى في مقبرة أخرى، لأن وصيته لا تنفذ، غير قابلة للتنفيذ، المقبرة عاملة. هذه المسألة واضحة وبسيطة. ثانيا أن الإنسان حينما يدفن في أي أرض فهو يدفن بعمله، فليس هنالك أرض يدفن فيها أفضل من الأرض الأخرى. فين ما تدفن أرض الله تعالى وعبد الله سبحانه عز وجل. ولذلك أقول لأبنائي في الخارج مثلا، حتى في أوروبا حيث يحرصون أشد الحرص، إذا ماتوا وقد عاشوا في أوروبا الحياة كلها يوصون قبل موتهم أن يدفنوا في بلادهم. فلو أنهم دفنوا هناك في مقابر المسلمين لكان إن شاء الله تبقى أمرا شرعيا عاديا ومزيان وما كان حتى شيء إشكال. لربك يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالأرض أرض الله والعبد عبد الله، والمقبرة التي تدخلها في أي أرض تدخلها إلا وتجد هنالك عملك. فين ما تشرح عندك العمل ديالك تجد عملك صالحا صالحا، وإن غير ذلك غير ذلك. طرح الأخ الله يجزيه بخير واحد المسألة تقع وما ينبغي أن تقع بين المسلمين، وهذا دليل على أن المسلمين لم يتعظوا بالموت. يؤتى بالميت فيستقبل أهل الميت الميت في المطار على أساس أن يذهبوا لكي يدفنوه في قبيلته حيث يتجمع الأهل هناك، وحيث هم على أتم الاستعداد للإنفاق واستقبال المعزين في ذلك اليوم وإطعام الناس، يفعلون ذلك اقتداء بما وصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم مشغولون بمصابهم. فأهله الآن يصنعون الطعام وتهيئوا لاستقبال المعزين ويدفنون هناك لكي يكون قريبا من أهله، حتى يتسنى لهم أن يستغفروا له ويزورونه في المقبر فيكون قريبا منهم. فتصر مثلا الزوجة والأولاد على أن يدفن مثلا في مكان آخر، ومعلوم أن الزوجة والأولاد ليس لهم من مقصد يحققونه إلا أن يفرضوا أمرهم، وأنهم لا يمكثون في هذه الأرض إنما يعودون من حيث جاءوا، يولون أوروبا. الأولى أن تتنازل المرأة وأن يتنازل الأولاد لكي يدفن هذا الأخ بجوار إخوانه وعائلته، حتى تتحقق إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة القرب من الأهل، وتتيسر إن شاء الله الزيارة، ويدعون الله له بالصباح والمساء يستذكرونه ويتذكرونه. أما أن تقوم المرأة الزوجة بكل هذه الفتنة وتتحدى القبيلة كلها، هذا نوع من الاحتكاك الذي لا طائل ولا فائدة في الدنيا ولا في الآخرة ترجى من ورائها. فلو أنها تواضعت وتنازلت لما حدثت هذه المشكلة التي أدت في الممات إلى حد والعياذ بالله قطيعة الرحم. الموت يتعظ الإنسان به حتى تتجمع العائلة أكثر. من لم يتعظ بالموت فلا وعظه الله، فكيف يكون الميت بين أيديهم فيتخاصمون 7 ساعات أو 8 ساعات؟ فبدل أن يدفن مثلا مع الظهر يظل إلى بعد العصر، ثم بعد ذلك تنهاهم بعد الدفن أن يذهبوا إلى عائلة الميت لكي يتناولوا طعاما. هذه مشكلة، هذه قلة العقل والسلام. أصحاب العقول راهم في راحة، كان عليها أن تتنازل، ولو كان هما عودك شافوها عودك شدة وقبضة كان عليهم أيضا أن يتنازلوا
ويدفن الميت حيث كتب الله له وتبقى العائلة مزيانة. وهذا هو المطلوب في مثل هذه الحالة نتاع الموت، والله تعالى أعلى وأعلم.